السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاجل القوات الجوية المصرية تقترب من سد النهضة، وعاجل وبيان جمهوري جديد بخصوص سد النهضة ننشره لكم بالتفاصيل، والسيسي يعلق بخصوص أمر هام جدا. وبيان عاجل من السيسي لكل المصريين بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا، وننشر لكم بالتفاصيل ما قام السيسي به أمس في العاصمة الإدارية الجديدة، وعاجل الكشف عن نتيجة المسحة الثانية لمحمد صلاح، ربنا يشفيه. وتعالوا نعرف مع بعض التفاصيل، ولكن قبل ما نبدأ في التفاصيل نقول الأول بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة مصر ميديا IEB. قبل ما نبدأ عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اذكروا الله يا جماعة الخير، احنا بننشر لحضراتكم اهم الاخبار في اخر 24 ساعة. وقبل ما نبدأ اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، ده مهم جدا، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو، فجروا زرار اللايك وفجروا زرار الاشتراك الاحمر. والناس اللي بتحب مصر ووطنية تكتب تحيا مصر في التعليقات تحت، عاوزين نوصل 500 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، فجروا التعليقات بكلمة تحيا مصر. ويلا نبدأ في التفاصيل، تعالوا نعرف تفاصيل أول خبر مهم جدا معانا. وعاجل القوات الجوية المصرية تقترب من سد النهضة. أعلن الجيش المصري عن انطلاق فعاليات التدريب المشترك الجوية المصرية السودانية نصور النيل واحد. يعني ايه نصور النيل واحد؟ يعني دي اول مرة يكون في تدريب مشترك بين القوات الجوية المصرية والسودانية في قاعدة مروة الجوية شمال الخرطوم. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي ان وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية وصلت لقاعدة مروة الجوية السودانية للمشاركة في تنفيذ التدريب المشترك، والذي يتم لأول مرة بين البلدين ويستمر حتى 26 من شهر نوفمبر الجاري. وأوضح العميد الرفاعي أن التدريب المشترك يأتي في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة. ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين قوات البلدين الجوية، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بالتدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف موضوع التدريب، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالي. المصدر معانا كان من صحيفة RT. طبعا شيء جميل ومهم جدا إن يبقى فيه تدريب مشترك بين القوات الجوية المصرية والسودانية، ده شيء في منتهى الأهمية لصالح مصر. خلي بالكم التوقيت دلوقتي حرج، لأن إثيوبيا خايفة دلوقتي إنها تتلقى ضربة عسكرية على طول كده من مصر على سد النهضة، يعني خايفة جدا يحصل حاجة زي كده. فاحنا بنعمل لهم مناورات، بنعمل لهم تدريبات يعني قريبة من سد النهضة، لان انتوا عارفين سد النهضة في شمال اثيوبيا. فلما يبقى فيه تدريبات جوية باسم نصور النيل واحد تكون قريبة من سد النهضة، خلي اثيوبيا كده وابي احمد قاعدين مش على بعضهم. فانا منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل جدا. تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني في منتهى الأهمية، وخلي بالكم حطوا بين قوسين كده أنا بنشر لكم بكل بساطة الملخص لآخر الأخبار اللي حصلت في آخر 24 ساعة، عشان محدش يقول لي الخبر بتاعك بايت. أنا يعني عشان أعمل الفيديو ده محتاج مونتاج ومحتاج يعني تحضير وكده عشان أجيب لكم الخلاصة. فلما أقول لكم آخر الأخبار في آخر 24 ساعة يبقى أنا صادق، ياريت الناس تفهم حاجة زي كده. عاجل وبيان جمهوري جديد بخصوص سد النهضة ننشره لكم بالتفاصيل. أبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التزام القاهرة بالتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة سيخدم مصالح جميع الأطراف المعنية. وأكد السيسي أثناء استقباله رئيس جمهورية نامبيا الأسبق سام نيوما بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل ثوابت الموقف المصري الساعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق مصر المائية
ويلبي طموحات الدول الأخرى في التنمية حسب ما جاء في بيان صدر عن الرئاسة المصرية. من جانبه أعرب الزعيم النامبي الأسبق خلال اللقاء عن تأييد بلاده لمساعي مصر من خلال المفاوضات لحل قضية سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، وثمن نيوما دور مصر المقدر والدؤوب تحت قيادة الرئيس السيسي في دعم جهود صون السلم والأمن في إفريقيا والوفاء بمبادرة إسكات البنادق في القارة بحلول عام 2020، مشددا على أهمية مصر وثقلها كفاعل رئيسي في إرساء دعائم العمل الإفريقي المشترك ولإيجاد الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية ولمختلف قضايا السلم والأمن بالقارة. المصدر معانا كان من RT. طبعا السيسي مش هيطلع يقول احنا هنضرب سد النهضة، رئيس السيسي هيطلع يقول ان احنا في مفاوضات وان احنا عاوزين نوصل لحل. اللي بيعمل حاجة ما بيقعدش يتكلم عليها، او اللي عاوز يعمل حاجة مش هيتكلم عليها، اللي بيعمل حاجة بيعملها يعني فعليا، لان في ناس كتير بتاع الكلام وحضراتكم عارفين انا اقصد مين، يعني ممكن يكون اردوغان، انتوا عارفين اردوغان بيحب يطلع يتكلم كتير انما فعلا ما يقدرش عشان هو عارف قوة الدول اللي حواليه انها ممكن تضربه. طيب تعالوا نشوف خبر تاني مهم جدا معانا، وبيان عاجل من السيسي لكل المصريين بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا. تعالوا نعرف تفاصيل هذا الخبر. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وخاصة مع بداية دخول فصل الشتاء. وأشار الرئيس المصري إلى ضرورة الالتزام بعبدء الموجة الثانية من انتشار الفيروس، وذلك حفاظا على سلامة كافة العاملين بالمواقع الإنشائية المختلفة. وجاء ذلك خلال تفقد الرئيس المصري سير الأعمال التنفيذية للمخطط الشامل لإعادة تأهيل وتنمية منطقة المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة وتحقيق الربط مع هضبة الأهرامات، وكذلك توسيع طريق الواحات وتطوير تقاطعاته مع المحاور الرئيسية الأخرى. المصدر معانا كان من RT. يعني هنا الرئيس السيسي بيأكد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، فده شيء في منتهى الأهمية، وذلك طبعا تزامنا مع بداية دخول فصل الشتاء. تعالوا نشوف خبر تاني في منتهى الأهمية، وعاوزين نعرف مع بعض لماذا وكيف قام الرئيس السيسي بتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، وما قام به الرئيس السيسي عموما في العاصمة الإدارية الجديدة، وده كان يعني امبارح. تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي. وتنفذ وزارة الشباب والرياضة المصرية مشروع المدينة بتكلفة 2.2 مليار جنيه، حيث تبنى على مساحة 93 فدانا، وتحتوي على منطقة متكاملة للأطفال وأخرى ثقافية وترفيهية ومسرح ومبنى إداري، وتحتوي المدينة كذلك على ملاعب كرة طائرة وملاعب كرة سلة وكرة شاطئية وملعب هوكي وملاعب متعددة الأغراض، وتضم كذلك مجمع ملاعب كرة القدم المتكون من 4 ملاعب قانونية وملاعب خماسية ومنطقة للألعاب الجماعية حيث توجد بها صالات للألعاب القتالية وصالة لذوي الاحتياجات الخاصة وصالة جمباز وغرف ملابس ومبنى للثقافة والتكنولوجيا ومبنى اجتماعي. وتتضمن المدينة مجمع حمامات سباحة تتكون من حمام سباحة أولمبي مغطى وآخر مكشوف وحمام سباحة غطس ومنطقة خدمات، فضلا عن ملاعب للتنس الأرضي ومبنى لملاعب الإسكواش. المصدر معنا كان من RT. طبعا هنا لو خد بالنا هنلاقي ان في اهتمام كبير من الدولة. ليه؟ عاوزين نعرف مع بعض ليه في اهتمام كبير من الدولة للرياضة، لان طبعا يعني في الخطة بتاعة 2030 لمصر انها تكون من الدول المتقدمة، فانت عاوز دولة متقدمة فلازم تهتم بالرياضة كويس جدا جدا جدا، وتبدأ انها
يعني تطور وتبني ملاعب كبيرة لكل المصريين عشان يبقى في تقدم رياضي لدولة مصر ولشعبها الكريم. تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني في منتهى الأهمية وعاجل الكشف عن نتيجة المسحة الثانية لمحمد صلاح من فيروس كورونا، حيث للأسف أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن نتيجة المسحة الثانية لمحمد صلاح مهاجم ليفربول جاءت إيجابية لفيروس كورونا. يعني إيه إيجابية؟ يعني للأسف ما زال لسه عنده الفيروس. إن شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل. وطبعا زي ما حضراتكم شفتم بارح في مباراة مصر وتوجو إن محمد صلاح ما حضرش طبعا عشان الفيروس، ولكن الحمد لله يعني ألف مبروك لمنتخب مصر إنه يعني فاز على دولة توجو 1-0. وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك: تم إجراء مسحة ثانية لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، وأظهرت النتيجة إيجابية الحالة. جاري اتخاذ كافة الإجراءات واتباع البروتوكول الطبي العالمي اللازم للحالة بمعرفة محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية للاتحاد، محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني. وأظهرت المسحة الأولى إصابة اللاعب، إلا أن الاتحاد المصري قرر إجراء مسحة ثانية للتأكد من الإصابة. وأضاف البيان: يتمتع صلاح بروح معنوية عالية ولا يعاني من أي أعراض، وتم تجهيز غرفة خاصة بالعزل وغرفة أخرى لمتابعته طبيا في الوقت الذي يتواصل فيه طبيب المنتخب مع رئيس الجهاز الطبي لليفربول للمتابعة والتنسيق أولا بأول. وأعلن الاتحاد في وقت سابق إيجابية اختبار 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو دون أن يحدد هويتهم. واستضافت مصر منتخب توجو أمس، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين إن مصر كسبت توجو 1-0. فيعني عاوز رأي حضراتكم في ماتش امبارح، والمصدر معانا كان من رويترز. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا IEB. بحبكم جدا، بحب تعليقكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.